استعدادات وتحضيرات لتطهير الأماكن العامة والمنتزهات والمراكز التجارية والمقاهي والأسواق بعد تزايد المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، خصوصا بعد تسجيل إصابات منه في إيران الجارة التي يكثر السفر إليها. السلطات العراقية منعت دخول الإيرانيين إلى العراق، مع ذلك ما تزال أعداد العراقيين الوافدين عبر منفذ الشلامشة الحدودي كبيرة. تم إصدار أمر بمنع سفر العراقيين، الآن العراقيين ممنوعين من السفر إلى إيران. بالنسبة للقادمين جايجون من إيران العراقيين جاي نستقبلهم ونطبق كل الفحوصات أو اللوائح الصحية. اجتماعات لجهات صحية وأمنية ولمفوضية حقوق الإنسان والدفاع المدني للبدء بخطة تعقيم للمدينة عن طريق نشر فرق جوالة فيها. كان هناك جدول تم تنظيمه ولغرض شراء المواد المطهرة أيضا وتوفيرها لغرض رفتها لمديرية الدفاع المدني لغرض تطهير المناطق الأخرى، ووفق جدول كدفعة أولى المناطق المهمة كالسجون مثلا ومواقف التسفيرات. وزارة الصحة أصدرت كتابا طالبت فيه بالتجديد على منع التجمهر في الأماكن العامة خشية انتقال العدوى بين المواطنين. الخطة بالسجون أولا ومواقع الاحتجاز، مواقع الاحتجاز أي مديريات التحقيق وكذلك مراكز الشرطة في عموم المحافظة، ثم تنتقل يعني الخطة ستكون بتدرج ثم تنتقل إلى البطاقة الموحدة المنافذ الحدودية. تبدو التحديات كبيرة أمام الكوادر الصحية في البصرة مع قلة عدد المستشفيات في المدينة، غير أن العاملين في الصحة يبذلون أقصى طاقاتهم كي لا تصل كورونا إلى العراق. لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في البصرة، لكن وزارة الصحة العراقية أوصت الجهات المختصة بمنع التجمهر في الأماكن العامة، وشرعت بوضع خطة وقاية تتضمن تعقيم الهيئات والدوائر الأكثر ازدحاما في المدينة. مازن الطيار، التلفزيون العربي، البصرة.